يا ماما؟ يا اختي يا اختي يا اختي على جمال امها يا ناس. تعالي يا بنتي يا استاذه فرجيني ايه الحلويات دي. لفي كده يا اختي. اسم الله اسم الله. قمر عروسه يا بنت. يا شيماء تعالي وريني فستانك. ايه رايك يا ماما؟ نبي حلو يا بنت، بس عايز يتظبط شويه من على الوسط، والفتحه اللي مفندقه من فوق دي عايزه تتقفل شويه. مش مشكله، انا هبقى اظبطهولك. هي دانا عندك ايه تاني؟ مدعبة يا سيدة، فستان أعمل هتنور فيه في الشبكة إن شاء الله. إن شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا أختي على ده فستان، يا أختي يا أختي. أمل تعالي يا أمل قيسي الفستان الجميل ده. إيه ماما؟ عاوزة حاجة؟ عودك طيبة يا دناي. بصي يا أمل الفستان وجماله. كويس أوي. خدي يا حبيبتي قيسيه، عايزه اشوفه عليكي. الله حلو قوي قوي. يا بنت اسمعي الكلام، حطيه على جسمك عايزه اشوفه. اهو يا ماما. ايه رايك؟ الله ده جميل قوي. اتفضلي. يا بنت دي مالها حالها مقلوب كده ليه؟ نهايته. هاي سيده ايه اللي تاخديه؟ هاخد يا ست دانا صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، هاخد فستان سعاد وفستان شيماء والفستان بتاع أمولة. ماني كام؟ دول الأبعاد كده هيقطعوا 1200 جنيه. 1200 عفريت لما يبقوا يركبوك يا ست دانا. ليه؟ كتير. ماتش ماتش ماتش. أنا كنت فصلتهم أحسن. بصي أنا أدي واخد أنت ماني 600 جنيه. قليل يا سيدة، ده فستان بتاعه عامل لوقتي ب 700 جنيه. لا يا روحي، ده انا هدفع لك كمان واخد 600 جنيه واخد عبايه انا عشان البسها في واحد فرخ. ماشي يا سيده هاتي فلوس. لا نو 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 نو، لما يجي واخد دونكي بتاعي بامبينو بتاعي انا هو ادفع الفلوس. هو دونكي ادفع دايما دايما. مع السلامه. طريق اخضر يا دناي. طيب. ايه هتاخدي الفستان ولا ايه؟ بالسلامه يا حبيبتي. طيب. مع السلامة. مع السلامة. قال دانا قال جاتك دانا لما تبقى تنفجر فيكي. ماما انت مخبية عليا ايه؟ هكون مخبية عنك ايه يا حبيبتي؟ مفيش حاجة. اللي انا بشوفه يا ماما انت وبابا ما بتكلموش بعض، وكل واحد فيكم نايم في اوضة من ساعة اللي حصل لموضوع مرتضى ده. وحسام كمان راح فتح شركه لوحده بعيد عن شغل بابا وانتي بتساعديه، وانا بابا منعني من دخول مصانعه وشركاته. انا ما بقتش فاهمه حاجه، بقى جوايا شكوك من ناحيه شغل بابا. مفيش حاجه يا شيرين حبيبتي، اطمني. كل الحكايه ان موضوع مرتضى ده فتح حاجات كتير قوي بيني وبين ابوكي، انتوا مالكوش دعوه بيها. حاجات ايه اللي تخليكي تنامي في اوضه وهو في اوضه؟ حاجات مش لازم تعرفيها دلوقتي، لما يجي وقتها وتحاسب انا وابوكي ساعتها هتعرفي كل حاجه. ياه ده الموضوع كبير بقى. بص يا شيرين، انا اهم حاجه في حياتي انتي واخوكي. انا عايزاكوا تبقوا زي ما انا عاوزه بالظبط. انا عارفه كويس قوي ان انتي كنت بتتضايقي لما كنت بضيع وقتي مع اصحابي في الكوتشينه. لكن خلاص اوعدك ان انا من هنا ورايح مش هعمل حاجه غير ان احافظ عليكم، بس انا عاوزاكوا انتوا كمان تساعدوني على كده. مش كده يا شيرين؟ كده يا ماما. ازيك يا طنط نوال؟ انا الحمد لله كويسه. طمني يا راضي. لا ما انا بكلمك عشان كده، بابا حجز بكره في اول طياره نازله على مصر. تيجي بالسلامه يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. خلاص يا راضي هجي بكره والحمد لله. يا راضي انت بتعيط؟ انا حاسه بيك حبيبي. أنا عارفة إنك فرحان عشانها، إنها والحمد لله خفت وبقت زي الفل، وطبعاً خايف لأن المسافة تبعد بينك وبينها عشان هي خفت، مش كده؟ لا يا راضي، إحنا مؤمنين ولازم نحمد ربنا على كل حاجة، صح ولا لأ؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي، أيوة كده، إحنا ما نعرفش إيه اللي هيحصل بكرة ومش عايزين نسبق الأحداث. يلا بقى يلا قوم تعالى كده وريني
عملت ايه في الاختراع بتاعك؟ يا اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ رمضان. اهلا بيك. اتفضل. تشك. اتفضل من هنا. اتفضل يا استاذ رمضان. اتفضل. متشكر قوي يا ابني. كل اللي انت عايزه هتلاقيه موجود هنا، وبعدين كمان في ناس هيساعدوك زمانهم جايين لك حالا عشان لو احتجت اي حاجه يعني. ده انت منورنا يا استاذ رمضان. متشكر قوي قوي قوي. انا هروح اشوف شغلي بقى. اتفضل انت يا ابني. لا واضح ان ربنا وفقني فعلا. نشك قوي. الف 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 مبروك يا سيسي. عموما الاستاذه امل محترمه جدا ومثقفه وبنت حلال. جود فيري جود. الحمد لله. الله يبارك فيك يا عم حمدان وأقبال أنجالك، وإن شاء الله أنتوا كلكم معزومين. يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي. ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي. لما قول لي بقى، أنت عاملين فرح فرح يعني في رقصات وفرقة ونوت ومعازيم، ولا هتقضوها جبنة ريش؟ والله يا معلم بيومي، أنت عارف إن الشبكة بتبقى على العروسة، وأنا ما خليتهمش يجيبوا أي حاجة، وهم قالوا هنعمل الفرح على الضيق كده فوق السطوح، لكن انا عن نفسي كان نفسي اعمل الليله الكبيره. يا سيدي ما فيهاش حاجه، كل واحد على قد حاله. المهم مش اتفقتوا على الفينش؟ طالما اتفقت بقى يا سيسي على كل حاجه والموضوع هيتم باذن الله على كل خير، يبقى انت يا سيسي لازم تعزمني على حاجه دلوقتي. لا ما هي ما وصلتش للدرجه دي. اعزمكم ليه دلوقتي؟ دي كلها حته شبكه، لما تبقى الليله كبيره ابقوا اطلبوا اللي انتوا عايزينه. والله لو حق عبوده يسميك السيسي البخيل. انا مش بخيل يا طنطاوي. امال ايه؟ وانا تيفا. عارف جاي. حاضر يا نعم. عارف يا سيسيس عايز واحد شاي وهتحاسب عليه بكره. ظريف. يا واد لا، هات واحد شاي وخمس كوبايات فاضيين. يا واد لا اسمع، انا عايزك تجيب ازازه شربات تبل نصها وتوزعه علينا دلوقتي، والنص التاني تشيله بقى لليله الكبيره. نص ازازه مره واحده؟ طب وليه بقى؟ اقول لك على حاجه، خليها علينا المره دي. وانا مش هزعلك يا عم، خليها عليك المره دي. يا ساتر. امال فين بسلامة لا يناسبك الناس معبوده؟ مش كان القصور يجي يعزمنا، ولا مستكبر عشان هيناسبك؟ اعمل لي فيها عبده المهم يا سيدي. قال ايه؟ عنده شغل جديد وعطل الشبكه، بدل النهارده خلاها بكره. شغلين اللي رايحه؟ هو نزل شغل جديد يا سيسي؟